مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. بعد اتخاذ قرار إقالته، الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتقدم بشكوى ضد صانع قرار جزائري. اتخذ المكتب الفيدرالي الجزائري لكرة القدم الممتد إلى رئيس الدوريات الجهوية والوطنية خلال جلسته العادية قراراً جذرياً بإيقاف عمار بهلول النائب السابق لرئيس الهيئة الوطنية ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم نهائياً. الدوري الجهوي عنابة. ويأتي هذا القرار في أعقاب أوجه القصور الإدارية الخطيرة التي لاحظها المدققون الداخليون والخارجيون خلال عنابة LRF مهمتهم داخل، كما قرر المكتب الاتحادي إحالة الملف إلى الهيئة القانونية تمهيداً لمباشرة الإجراءات القانونية بحق بهلول. وبحسب مصادر مقربة من الأخير نقلتها إعلامية بطولة، نقلتها فإن عمار بهلول لم يتم إبلاغه بنتائج فوتافريك عمليتي التدقيق، ولم يتم استدعاؤه إلى ديلي إبراهيم لتوضيح موقفه. ومن المهم التأكيد على أن الإيقاف النهائي لعضو الحركة الرياضية الوطنية يقع ضمن صلاحيات وزارة الشباب والرياضة فقط. يمثل هذا القرار نقطة تحول في الإدارة الداخلية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة داخل الهيئة الإدارية لكرة القدم الجزائرية. اقرأ أيضاً ختاماً عزيزي المشاهد المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من يصله جديدنا إلى اللقاء.